بسم الله والابن والحكم. اليوم السابع من شهر أبيان مبارك، أحسن الله واستقبال مغفور الخطايا من قبل مراحم ربي أبي الجميع أمين. نياحة القديس عظيم أنبا شنود توحدين، وفيه أيضا من سنة 168 للشهداء 452 تنايح القديس العظيم أنبا شنود توحدين. ولد هذا القديس العظيم بقرية شندويل من أبوين مسيحيين تقيين، وكان أبوه يدعى أبي جوس أمه دروبة. رباه أبوه على التقوى والفضيلة، وكان يميل منذ صغره للخلوة والصلاة. وفي حوالي التاسعة من عمره أرسله أبوه ليرعى غنمه مع الرعاة الآخرين، فكان يترك طعامه للرعاة ويظل صائما طول النهار. وفي طريق عودته آخر النهار كان ينفرد عن الرعاة ليصلي، ومر شاهده أحد الرعاة جاسيا على ركبتيه يصلي وأصابع يديه تضيء كالشموع، واشتم رائحة بخور زكية تفوح من حوله. ولما أخبر والده بالأمر رأى أنه من الأفضل إلحاق الصبي شنودة بالدير الذي يرأسه خاله الأنبا بجول حتى يشبع رغبته في الصلاة والتأمل وينمو في الفضيلة أكثر فأكثر. أخذه أبواه وضيع للدير، وطلب من الأنبا بجول أن يباركه ويقبله عنده ليسير راهبا. ولشدة جهشتهما حينما وجد أن الأنبا بجول بدلا من أن يضع يديه على رأس الصبي ليباركه، أخذ يد الصبي وضعها على رأسه يتبارك بها، وشهد بالروح أن الطفل مختار من الله للدير. ثم قبله الأنبا بجول في الدير تمهيدا لرسامته راهبا. وفي إحدى الليالي رأى الأنبا بجول ملاكا يقول له: بكر في الصباح واذهب إلى شنودة، فستجد بجواره إسكيم الرهبنة الذي باركه الرب يسوع بنفسه، فصلى والبسه إياه، لأن هذا الصبي سيكون عظيما وأبا لجموع كثيرة. وتمم الأنبا بجول ما سمعه من الملاك، وألبس شنودة إسكيم الرهبنة، فصار راهبا فاضلا نما في حياة العبادة والنسك. وكانت الشياطين تحاربه، لكنه بالاتضاع والصلاة وعلامة الصليب كان يغلبها، وكانت تحترق أمامه كالدخان. بعد نهاية الأنبا بجول مع الرهبة أعلن اختياره رئيسا للدير، نظرا لروحانيته وحزمه واهتمامه العظيم بالدير. قبل الأنبا شنود هذا التكليف واعتنى بالدير والرهبان عناية كبيرة، حتى وصل عدد رهبانه إلى ما يقرب من 2500 راهب. وكانت رهبانته تتميز بالحزم الشديد، فقد وضع شروطا دقيقة للقبول بالدير، وكانت المبادئ الرهبانية تنفذ بكل دقة. واهتم الأنبا شنودة بتعليم الرهبان كما اهتم بالعمل اليدوي للراهب. كان يشجع الرهبان على حياة الوحدة والعبادة كما اختبرها هو، وقضى في إحدى المرات 5 سنوات متوحدا في صلوات وتأملات، حتى استحق أن يسمع صوتا سمائيا يقول له: بالحقيقة يا شنودة قد صرت رئيسا للمتوحدين. لم تقتصر خدمة الأنبا شنودة على الرهبان فقط، بل خدم الشعب أيضا، ففتح لهم أبواب دائره يصلون فيه ويأخذون حاجتهم منه، كما بنى لهم كثيرا من الكنائس في القرى المجاورة للدير، وكان يدافع عنهم أمام الحكام. كذلك اهتم باللغة القبطية والتراث القبطي عموما، معتزا بمصريته وكنيسته القبطية. ذهب الأنبا شنودة مع البابا كيرلس الأول عمود الدين بطريرك الإسكندرية إلى أفسس لحضور المجمع المسكون الذي عقد به سنة 431 ميلادية لمحاكمة نسطور. وبعد محاكمته وحرمه لم يجد المجمع مكانا لنفي نسطور ومحاصرة بدعته أفضل من مدينة أخميم جوار دير الأنبا شنودة، حيث لا يستطيع أن يضلل أحدا، ومكث فيها إلى أن مات. وصل الأنبا شنودة إلى درجة روحانية عالية،
حتى استحق أن يظهر له السيد المسيح مرارا ويتكلم معه. ولما أكمل جهاده الصالح بسيرة ملائكية روحانية تنيح وانتقل إلى الراحة الأبدية بعد أن بلغ من العمر 120 عاما وضاها كلها في جهاد روحي وفي خدمة الرهبنة والكنيسة، وكتب فيها الكثير من الرسائل والمآمر الروحانية العميقة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.